مرحبا أعزائي الكرام، سنتحدث اليوم عن الجمع وأنواعه. الجمع في اللغة العربية هو كل اسم زاد عن اثنين أو اثنتين. ينقسم الجمع إلى جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير، وسوف نشرح كل نوع منها بالتفصيل. الفصل الأول: جمع المذكر السالم، وهو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على مفرده. مثال على ذلك مهندس، إذا وضعنا في آخرها الواو والنون فتصبح مهندسون، وإذا وضعنا في آخرها الياء والنون فتصبح مهندسين. سبب التسمية بجمع المذكر السالم: نلاحظ كلمة معلمون، إذا حذفنا الواو والنون عادت الكلمة إلى مفردها معلم، فهي جمع مذكر سالم. وسمي بجمع المذكر السالم لأن مفرد الكلمة سلم من التغيير. أما كلمة مساكين، إذا حذفنا الياء والنون وجدنا أن الكلمة التي ظهرت معنا ليست المفرد، فهل المفرد هو مساك؟ بالطبع لا، بل مفرده مسكين، فهنا كلمة مساكين ليست جمع مذكر سالم. نعطي مثالا أعرابيا. العبارة الأولى: المجتهدون ناجحون، جملة اسمية أي لدينا مبتدأ وخبر. المجتهدون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. العبارة الثانية: قابلت العاملين، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. العبارة الثالثة: سلمت على الفائزين، سبقت بحرف جر إذن اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. ملاحظة: حركة النون في الجمع المذكر السالم مفتوحة، وفي المثنى النون مكسورة. الفصل الثاني: جمع المؤنث السالم، وهو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بزيادة ألف وتاء طويلة على مفرده. مثال على ذلك معلمة، إذا وضعنا في آخرها ألفا وتاء تصبح معلمات، وتحذف التاء المربوطة لأنها ليست من أصل الكلمة بل هي علامة التأنيث. وكذلك الأمر بالنسبة إلى كلمة تلميذة، فتصبح في جمع المؤنث تلميذات. نلاحظ كلمة مهندسات، إذا حذفنا الألف والتاء عادت الكلمة إلى المفرد مهندس، وذلك بعد حذف الألف والتاء، ثم وضعنا علامة التأنيث فأصبحت مهندسة. أما كلمة أصوات، فإذا حذفنا الألف والتاء صارت أصو وليست مفرد، ولكن مفرد الكلمة صوت، فالتاء أصل في الكلمة. إذن يشترط في جمع المؤنث السالم أن تكون الألف والتاء زائدتين. علامات الإعراب: العبارة الأولى الطبيبات بارعات، الطبيبات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. العبارة الثانية رأيت الرسامات، الرسامات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة عوضا عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. العبارة الثالثة سلمت على المعلمات، المعلمات اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إذن علامات الإعراب الضمة الظاهرة، الكسرة عوضا عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، والكسرة الظاهرة على آخر الكلمة. يجمع جمع مؤنث سالما اسم العلم المؤنث، مثال على ذلك مريم، مريمات. اسم العلم المذكر المنتهي بتاء التأنيث، مثال على ذلك حمزة، حمزات. الاسم المنتهي بعلامة تأنيث، مثال على ذلك حبة، حبات. ذكرى، ذكريات، وهنا قلبت الألف المكسورة إلى ياء. أزراء، أزراوات، قلبت الهمزة إلى واو مع إضافة الألف والتاء. صفة المذكر غير العاقل، مثال على ذلك مستطيل، مستطيلات.
الاسم المصغر لغير العاقل دريهم دريهمات. المصدر الزائد على 3 أحرف، مثال على ذلك إخفاق إخفاقات. الاسم العجمي الذي لا يعرف له جمع آخر، مثال على ذلك تلفزيون تلفزيونات. الاسم لغير العاقل المصدر ب نياوة بنات آوى ذو القاعدة ذوات القاعدة. الفصل الثالث جمع التكسير، وهو ما دل على أكثر من 2 أو 2 مع تغير في صورة المفرد، مثال على ذلك طفل أطفال. فجمع التكسير لا يشترط المذكر أو المؤنث، ففي المؤنث لدينا كلمة حديقة تصبح حدائق، وفي المذكر كلمة رجل تصبح في جمع التكسير رجال، وسمي الجمع بجمع التكسير، مثال كلمة طفل. لقد تكسرت الكلمة عندما أردنا أن نجمعها جمع تكسير فتصبح أطفال. كسرنا الكلمة ووضعنا ألفا في الأول والوسط، والتغير يكون إما بزيادة حرف أو أكثر على مفرده، مثال على ذلك رجل رجال عود عواد، أو بإنقاص في أحرف مفرده، مثال على ذلك كتاب كتب، أو بتغيير في حركات مفرده، مثال على ذلك أسد أسد. علامات الإعراب: العبارة حضر التلاميذ وكتبوا الدروس من الكتب، التلاميذ فاعل، إذن علامة الرفع الضمة الظاهرة على آخره. الدروس مفعول به، إذن علامة النصب الفتحة الظاهرة على آخره. الكتب سبقت بحرف جر، إذن اسم مجرور. علامة الجر هي الكسرة الظاهرة على آخره. ملاحظة: يلحق بجمع التكسير اسم الجنس الجمعي أو شبه الجمعي، وهو اسم يتضمن معنى الجمع، ومفرده ينتهي بتاء تأنيث لغير العاقل وبياء النسبة للعاقل، مثال على ذلك شجرة بقرة غابة، كلمات تنتهي بتاء التأنيث وهي لغير العاقل، فتجمع على الشكل التالي شجر بقر غاب، وهي جمع يلحق بجمع التكسير واسمه اسم الجنس الجمعي. كذلك بالنسبة للكلمات عربي تركي أنسي، كلمات تحتوي على ياء النسبة وهي للعاقل فتجمع على الشكل التالي عرب ترك أنس، وهي أيضا تلحق بجمع التكسير كما يلحق به اسم الجمع، وهو اسم يتضمن معنى الجمع إلا أنه ليس له مفرد، مثلا شعب أسرة قوم، كلمات في صيغتها الخارجية أو في شكلها الخارجي تشير إلى المفرد إلا أنها تحوي معنى الجمع. وأخيرا يعامل اسم الجنس الجمعي واسم الجمع معاملة الاسم المفرد فيثنى ويجمع، مثلا شعب شعبان شعوب.